شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن مرض ارتداد الحمضي المعوي. يمكن أن يكون مصحوبا بعدد من الأعراض التي تشمل الكحة والقيء والشعور بمذاق سيء وقيرها في الفم وحرقة في المعدة. أيضا علاج الارتداد الحمضي يعتمد على سن الطفل وصحة الطفل. من العوامل المهمة أن تقومي بتجربة هذه النصائح التي سوف نعرضها عليكم. ابتداء يجب إزالة الأطعمة التي تسبب الارتداد الحمضي من النظام الغذائي للأطفال. تشمل في الكثير من الأحيان الشوكولاتة والنعناع والأطعمة الدسمة. أيضا تناول الطعام قبل فترة لا تقل عن ساعتين من وقت النوم. أيضا تناول وجبات صغيرة. قومي طبعا بمراجعة الطبيب إذا كنت تشعرين بالقلق إذا الارتداد الحمضي عند طفلك. من الضروري مراجعة الطبيب. إلى هنا انتهى الدرس. أتمنى منكم استفدتم من بعض النقاط المهمة. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.